كان بينه وبين أحد الأفراد نزاع، وحدث من هذا الرجل خلاف مع جاره، فقام بالشهادة مع الجار ضده زورا وانتقاما منه، والآن ضميره يعذبه، فكيف يعالج هذا الذنب؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور عبد الرحمن العدوي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، فقد ارتكبت أيها السائل بشهادة الزور كبيرة من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر التي نهى الله ورسوله عنه وحذر المؤمنين من عواقبها السيئة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي اقتران قول الزور مع عبادة الأوثان تنبيه وزجر شديد وترهيب من الوقوع في قول الزور وشهادة الزور. ويؤيد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بإقامة العدل والاستمرار عليه، وأن يكونوا شهداء بالحق مهما كانت الدوافع النفسية أو المادية أو الاجتماعية التي تميل بهم عن قول الحق، فإن رضاء الله تعالى أولى، وخشيته أوجب، وامتثال أمره أسلم وأكرم وأنفع من الميل مع الهوى ودواعيه. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا موقع شهادة الزور بين كبائر الذنوب. وحسنا أيها السائل أنك أفقت واستيقظ ضميرك قبل فوات الأوان، وقبل أن يكون حسابك يوم القيامة عسيرا، وعليك أن تعالج الآثار التي ترتبت على شهادتك. فإن كانت غرامة مالية بغير حق فلا بد من تعويض الذي ظلمته بشهادتك، أو يبرئك ويعفو عنك بطيب نفس منه. وإن كان الظلم الذي تسببت فيه بشهادتك الكاذبة يتمثل في فقد منفعة أو عقوبة من أي نوع، فعليك أن تجتهد في معالجة ذلك بكل وسيلة توصلك إلى إبراء ذمتك وعفو المظلوم عنك، ففي ذلك عتق رقبتك من النار وراحة ضميرك في الدنيا، وفيه مغفرة الله لك بعد أداء الحقوق لأصحابها. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، والله أعلم.